اليوم عم نشوف بخطاب رئيس مجلس النواب نبيه بري جدد المطالبة بفتح الحوار والمساعي للتشاور، شفنا الرد الآخر من الرئيس سمير جعجع من جهة تانية. اليوم وين بتشوفوا كمان يعني هل تتلاقون مع هذه المساعي أو ردود؟ لكي كانت المعارضة سبق وعملت كمان تشاور مع أغلب الكتل بالبرلمان، أكثر من 100 نايب، والوحيدين اللي ما لبوا هالدعوة هن الناس اللي عم تدعيك على الحوار يلي هن كتلتي حزب الله وأمل. بالتالي جدية الطلب، وهذا تشاور، ما في مشكل بأنه الناس تحكي مع بعض والأقطاب تحكي مع بعض والنواب تحكي مع بعض، وهلأ كنا بلجنة وفي كلام بين الكل، ولكن ما نثبت كمان سوابق دستورية وكأنه هو مش يعني في ممر إجباري للدخول على جلسة انتخاب رئيس. دستور واضح، كل واحد يعمل واجباته، ومن بعد أول جلسة هيدا اللي منروح عليها بيصير في تشاور بين الجلسات، شو المشكلة؟ ومنطلع وعقودة وبكون في الرئيس بري وهو الأكبر سنا أصلا، إنه ما في مشكلة، مثل حاطين عقبة وكأنه قميص عثمان، إنه ما بدنا ما ننتخب رئيس بنحط شروط. الموضوع مش هيك، الموضوع في حاجة اليوم ماسة من بعد سنتين على الفراغ، ومن بعد سنة وشهرين على آخر جلسة عملناها ب 14 حزيران يلي دعا لها الرئيس بري. السؤال هو هل هي هي الإدارة الرشيدة لبرلمان، للمؤسسة الوحيدة اللي بعدها ماشي؟ إنه صار لنا سنة وشهرين مش مستدعيين مش داعيين النواب على جلسة انتخاب. اليوم عم نشوف التحرك او الحراك تبع اللجنه الخماسيه، حتستأنف مفروض من الاسبوع المقبل. بالتزامن عنا كمان حراك بالرياض، لودريان موجود مع طبعا يعني الوزير السعودي نزار العلولة. اليوم وين بتشوفوا او هل تم التواصل معكم لتعقد اجتماع ربما؟ هيدا الحركه الخماسيه مشكوره، وعلينا نحن كمان نعمل واجباتنا تنلاقيهم على نص الطريق بهالدفع اللي عم بيجربوا يعملوا. أكيد الظروف الإقليمية والدولية عم بتأثر كتير على لبنان، خصوصا أنه نحن من زمان مش من هلأ غير معتمدين لأي نوع من حياد، وبالوقت يلي لازم كنا نحصن بلدنا مثل ما لازم، ولكن ورتنين هيك تموضع لهيك بلد. اليوم هيدا اللي بدنا نحسنه، نروح على أكتر حيادا ونروح على تواصل مع الكل اللي بيقدر يفيدنا، ولكن مصلحة لبنان بتضل الأولى. مصلحة لبنان اليوم شو؟ أنه ننتخب رئيس جمهورية بأسرع وقت ممكن، مش ناطرين للخماسية ولا السوديسية ولا السبعية يقولوا لنا شو لازم نعمل، ولكن مشكورين هن على الجهد اللي عم يعملوه تيدفعوا تيقدروا يقربوا أكتر أو يقربوا أكتر من خلال إطار للخروج بتسوية رئاسية بترضي الكل. حينجحوا بعد نعي المبادرات الداخلية؟ بعتقد بينجحوا إذا نحن جديين بهذا الموضوع. ما ننسى أنه في فريق معطل على فترة 13 جلسة هو طير النصار. المعارضة كان عندها مرشح من أول جلسة للآخر جلسة عملية 12 جلسة منهم من فريق السياسي ميشيل معود، والجلسة 13 كان بتقاطع مع التيار الوطني الحر.